يا السلام عليكم احباب. اليوم غادي نديرو ان شاء الله لوصون ديال زعزع خاطري، وغادي نديرو الا بقينا شي وقت غنديرو شويخ من الارض ماكنس سامارش. لوصون سهله اسهل نوطات غادي نعطيهم لك تكسر بهم ديريكت بلا كثر الهضره. كاينه المي هاد جوج، المي كاينه الري هذا هنا هذا فوق هذا اللي بقى هنا هذا في الثالث وهذا في الاول هذا اللي بقى بيناتهم بتشد هنا. كاين ضو هذا في الثاني هذا في الرابع هذا في الخامس فمارش كاين اللي كيشد هكا. المهم انت ضو كاين هاد النوطه ديال غادي تجيك شويه غريبه ولكن هاني انت عوض ما تشد تلمي هكا هاد الصبع هذا هبطو بواحد فهمتي عوض ما تشد هكا هذا بيتشدو بحال ما هكا فهمتي البلان شنو اللي كاين صافي ماشي بحال ما هكا سوا بيتير بحال ما هاد الفراب هذا ولا بيتير بحال هكا زعزع خاطري نص الليل ورحت شوار اللي بيا اسيتي كيفاش تميل سحرت عقلي وعيني زعزع خاطري نص الليل رحت شوار اللي بيا اسيادي كيفاش تميل سحرت عقلي وعيني سحرت عقلي وعيني انت بلا او كتدخل دخل اخرى كي صدها سمعت الاقدام وحلت الباب عليا كي وصلتها سمعت الاقدام وحلت الباب عليا انت في الاولى كي وصلت لها سمعت الاقدام وحلت الباب عليا ديك حلت الباب عليا الاولى كاينه في الري وصلت لها سمعت الاقدام وحلت الباب عليا خصني نجيبها مع الاغنيه كامله باش تعطيني وصلت لها سمعت الاقدام وحليت الباب عليا ديك الثانيه ديك حليت الباب عليا الثانيه كتجي في ضو فهمتي الاولى كتجي في ري الثانيه كتجي في ضو انت زعزع خاطري نص الليل ورحت شوار اللي بيا اسيادي كيفاش تميل سحرت عقلي وعيني سحرت عقلي وعيني كي وصلت لها سمعت الاقدام وحلت الباب عليا كي وصلت لها سمعت الاقدام وحلت الباب عليا وحلت الباب عليا الشي اللي كان سهل بزاف قلنا كي وصلت لها سمعت الاقدام كتبقى فيها كامله حلت الباب عليا فهمتي ديما هادي كتختم بها فهمتي حلت الباب عليا كي وصلت لها سمعت الاقدام وحلت الباب عليا وحلت الباب عليا المي كتبدا بها وهادي اللي تحت اللي كتخلي هذا وكتجي لهنا كتختم بها باش تكونوا فاهمين. المهم غندور واحد الضربه دغيا ندور واحد الدوره دغيا ونقصروها ونعاودو باش ندوز الاخرى ان شاء الله. يلا غادي نمشيو وتزعزع خاطري نص الليل رحت شوار اللي بيا اسيادي كيفاش تميل سحرت عقلي وعيني زعزع خاطري نص الليل رحت شوار اللي بيا اسيادي كيفاش تميل
سحرت عقلي وعيني سحرت عقلي وعيني كي وصلت لها سمعت الأقدام وحلت الباب عليا كي وصلت لها سمعت الأقدام وحلت الباب عليا وحلت الباب عليا تيسك بسيط هكا كيبقى غادي تيسك كامل هادشي اللي كان بالنسبه للتيسك تاع زعزع خاطر في التسليل اجي ندوزو دابا التيسك ديال شويه خ من ارض مكناس اول حاجه في التيسك خاصك تكون عندك معلقه راب شعبي شعبي فهمتيني نتا هذاك تاع فهمتي البلان طنن انا خاصو فراب شعبي صافي هادشي اللي مع تنط التيسك مره وحده ولكن ماشي انتقوا ارض مكناس يغني الناس مني ارض مكناس يغني الناس الناس مني أرض مكناس يغني الناس الناس مني أرض مكناس الناس شعل الناس مني تيسك هكا كامل منين تنطلع لقيت تيسك غادي كامل هكا شوي خان ارضي مكناس هواك يغني هني من الناس هني مني المهم انا ما حرش ولكن تيسك كامل وكان غادي هكا ممكن الله اللي هو هدف الثاني هدف الرابع هدف الثالث كاين صول اذا ما كتعرفش التاجي صول هكا هذا السادس وهذا الخامس وهذا الاول كاين الفا ولا هاد الفا هادي كاع الا كنتي ما نعرفش الفا هدف الثاني هدف الثالث هدف الرابع كل واحد في مربع بشكل فهمتي والمي ماجور هاد جوج كنشدهم هذا وهذا كنشدهم هذا وهذا هنا فهمتي وقاد مشي بحال ما كان من ارضي مكناس الناس يغني ولا جي ندير لكم هادو اللي قلت لكم دابا شويخ من ارضي مكناس صواك يغني شعلي من الناس شعل الناس مني هيا من ارضي مكناس هيا مني شعلي من الناس وشعل الناس مني اذا كنتي كتشد صول بحال ما هكا وفا بحال ما هكا غتجيك فهمتي مخيره كاع تمام ولكن الأهم هو الفراب شعبي فهمتي أرض مكناس صواك يغني يغني من الناس وشعل الناس مني شوية أرض مكناس صواك يغني شعلي من الناس وشعل الناس مني أرض مكناس مهم هاد الشهادة باش نتفاهمو مديرش نتا كابولا ولا هاد الشهادة بيضربو نتا هنايا فهمتي بتشد هنايا أرضي مكناس صول فا مي ماجور انا هنايا حيت انا اصلا ناقص الكيتار داكشي علاش هنا بحال كيف عندك نبدا دابا في الكيتار يعني قلنا الله صول فا كنهضرو كنقولو شويخ من ارضي مكناس فهمتي حتى المكناس عاد كنضرب في الله شويخ من ارضي مكناس وسط الاسواق يغني شعلي من الناس شعل الناس مني شويخ من ارضي مكناس فهمتي البلان نظن ان الجزء كامل وغادي بحال هكا يلا باش ما يجيش فيديو طويل 10 دقائق يلا الخوت نشوفكم شي فيديو اخر جديد يلا بيس ليكم طلال